هل سمعت عن فوائد الصدقة؟ اسمعوا يا متصدقين، أنتم ومن يعمل لإيصال الصدقة. 1- الصدقة باب من أبواب الجنة. 2- الصدقة أفضل الأعمال الصالحات، وأفضل الصدقة إطعام الطعام. 3- الصدقة تظل صاحبها يوم القيامة وتفك صاحبها من النار. 4- الصدقة تطفئ غضب الرب وحر القبور. 5- الصدقة خير ما يهدى للميت، وأنفع ما تكون له ويربيها الله عز وجل. 6- الصدقة تطهير وتزكية للنفس ومضاعفة للحسنات. 7- الصدقة سبب سرور المتصدق ونظرة وجهه يوم القيامة. 8- الصدقة أمان من الخوف يوم الفزع الأكبر وعدم الحزن على ما فات. 9- الصدقة سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. 10- الصدقة مبشرات بحسن الخاتمة وسبب لدعاء الملائكة. 11- المتصدق من خيار الناس، والصدقة ثوابها لكل من شارك فيها. 12- صاحب الصدقة موعود بالخير الجزيل والأجر الكبير. 13- المنفقون من صفات المتقين، والصدقة سبب لمحبة عباد الله المتصدق. 14- الصدقة أمارة من إمارات الجود وعلامة من علامات الكرم والسخاء. 15- الصدقة سبب في استجابة الدعوة وكشف الكربة. 16- الصدقة تدفع البلاء وتسد 70 بابا من السوء في الدنيا. 17- الصدقة تزيد في العمر وتزيد في المال وسبب في الرزق والنصر. 18- الصدقة علاج ودواء وشفاء. 19- الصدقة تمنع الحرق والقرق والسرق وتمنع ميتة السوء. 20- الصدقة أجرها ثابت ولو كانت على البهائم أو الطيور. وأفضل صدقة تفعله الآن هو نشر هذا الكلام بنية الصدقة، لأن كل من يطبق هذا الكلام ويعلمه للأجيال القادمة أجره لك بإذن الله.